مؤثر للوفاق الصيفي، وهذه القرارات التي أخذها السيد رئيس الجمهورية متعلقة بتكفل مجمع صنع الغاز أو تنازل أسهم الفريق وفاق الصيفي إلى مجمع صنع الغاز، وكذا مؤخرا القرار نتاع السيد رئيس الجمهورية المتعلق برفع التجميد عن دراسة المركب الرياضي 50,000 مقعد. هذا أدخل الفرحة في أوساط اللاعبين القدامى واللاعبين الحاليين والمناصرين نتاع الوفاق الصيفي، وسوف يعطي دفعة كبيرة لهذا الوفاق الذي كما قلته في الكلمة نتاعي المناصرين نتاعو ينتظرون منه الكثير في الموسم القادم والمواسم المقبلة، ونتمنى أنه في آخر الموسم والوفاق الصيفي يفوز بمرتبة تمكنه من لعب البطولة الإفريقية. وهذا ما قلته لما زرت الفريق مؤخرا في أحد حصص التدريب، تكلمت مع السي سرار والسي لافي، قلت لهم لزاما علينا أننا على الفريق أنه ينهي الموسم الكروي بمرتبة تمكنهم من لعب الأدوار الأولى في البطولة الإفريقية، لأنه المناصر الصيفي متعطش ليشوف الفريق نتاعو الوفاق الصيفي يلعب الأدوار الأولى في البطولة الوطنية وفي البطولة الإفريقية. إذن ما يسعني إلا أن أقول هنيئا لولاية الصيف، هنيئا للمناصرين. وفي اللقاء نتاع اليوم حرصت أن يكون معنا الوجوه القديمة للوفاق، من مسيرين قدماء، من رؤساء الفريق القدماء، من لاعبين قدماء الذين صنعوا أمجاد هذا الفريق اللي كانوا حاضرين معنا. وحرصت أن هذا اللقاء نتاع اليوم مع السيد الرئيس المدير العام لمجمع صنع الغاز ما يكونش بدون حضور هذه الأوجه التي عبرت عن سعادتها وامتنانها وشكرها للسيد رئيس الجمهورية بهذه القرارات هذه القرارات الكبيرة التي طالما انتظرها الرأي العام الصيفي.